قد كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن إلهكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. ألا هل بلغت إن الله حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا؟